هو نفس ما تفضل علي، بدأنا بعدد محدود، اليوم عدد الأعضاء اللي فيه أكثر من 265. نعم ما شاء الله. تجاوز هذا العدد حتى وصلنا 300. إن شاء الله كانت عندنا خطة أن نهاية هذه السنة نوصل 600 عضو. طبعاً لما نقول عضو نقصد أي شخص، رجل أو امرأة، صاحب عمل يكون عنده مشروع تجاري، بغض النظر إذا كان هو مسجل بالتأمينات على باب الخامس، موظف حكومة، صاحب عمل، قطاع خاص، أو حتى متناهية الصغر. طالما أنت جاد عندك وعندك مشروع وعندك رغبة ممكن تنضم لنا.